يا هلا وسهلا فيكم على واحد الاحصاء. في الشتاء الناس تستخدم للتدفئه في الرحلات وايضا في المزارع تستخدم الحطب وتستخدم الفحم. نعطيكم فكره عنهم اثنينهم. افضل انواع الحطب هو السمر، وهو حطب سعودي من المدينة. ومن أنواع الحطب اللي هو جذوع النخل، طبعا أغلب شيء يستخدم للطبخ المندي وغيره. وكذلك الكرب يستخدم، وأيضا يستخدم أكثر شيء للطبخ أكثر للمندي. وعشان يولعون اللي هو الكرب والجذوع، أفضل شيء يستخدمون اللي هو سعف النخيل. وأيضا من حطب التدفئة يستخدم الحطب الأمريكي، هذا نوع الخشب أمريكي. طبعا من أنواع الفحم الطبيعي، أفضل أنواع هي الفحم الأفريقي وخصوصا الصومالي. قديما كان شب النار دلالة على الكرم، خصوصا في الليل الرجل صاحب الكرم يشب النار في الليل على اساس ان الضيوف او المسافرين بعيد لما يشوفون شبة النار يجون والضيفون عنده، هذا دليل انه رجل كريم ودلال على الكرم. كذلك قديما البدو كانوا يسمون الجمعة والسمر بالشبة، فالشخص لما يشوف صديق أو جماعته يقول الشبة عندنا، يعني تعالوا سمروا وشربوا قهوة. وكانوا يعني يعيبون الرجل اللي ما يشب يعني نار، فيقولون شو قالوا شعر جميل، قالوا بعض العرب في شبة النار يحتار، يجي الشتاء ويروح ما شب ناره. وقالوا أيضا في مدح شبة النار، قالوا يا ما حلا عقب العصر شبت النار، في مجلس كل النشامة يجونه، يلفونها كبار ويلفونها صغار، من طيب منه فيه ويقدرونه. انتهى موضوعي، واتمنى يكون موضوع خفيف عليكم، ولا تنسون تدفون زين. تحياتي واحد الأحساء، في أمان الله. جعل السحاب اللي معه برد ورعود، يمطر على دار ولي في سكنها، يسقي وطن منتوق تلعنق سعود، مالي وطن بالعار غلة وطنها، قلبي غدا واستيسره لين العود، محدن يفك القلب يسعود منها، ساطي وفي حفه قديحه وبارود، وادخل يده بين الضروع ودفنها.